السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم صريح جدا. اليوم رانا متواجدين بمدينة العطاف، بالتحديد في سوق سيارات الأسبوعي، أين سنرصد بعض الأسعار ورأي المواطن البسيط في اقتناء سيارة. لمعرفة كيف كانت الإجابات تابعونا. بعض السيارات اللي ساومتهم اليوم، بعض السيارات كاين اللي مساومين وكاين اللي ماشي مساومين، واسعار مرتفعات غاليات، غالي غالي. الصيفه انت ماريت يقول لك 8 مليون 9 مليون، هي الشاي هذه ما كاش. وزايد السوق بالك كون حلوا السوق، كون بالك سقمت الدعوه، السوق مش محلول، الناس تقيت في الطرق واش نبيع هذا. الاسعار تاع السوق اليوم اتوس 2010 قال لك 94.5، كومبيس 2012 عاطي له 143، سيمبول 2011 قال لك 28، دو صويت كنا نشروها ب 40 45، الساعة قال لي 70. السيارة اللي كانت تدير 70 صافا دير 90، السيارة اللي كانت دير 160 صافا تطري في 200، يعني وما عندوش سعر محدد. في كونطو هاري من 2006 قال لي راهم عاطين لي 80 نورمالمون، 2006 عاطين له 80. كومبيس 2012 قال لك راهم عاطين لي 143، ياريس 2009 قال لك راهم عاطين لي 117. القليل ما يشريش. حنا نهضروا عليك اليوم كومبيس راهي دير 2012 ماشيه 180 190 الف، راهي تفوت 150 مليون، 150 مليون اسعار مرتفعه بزاف، كانت تدير 120 125 مليون، حتى راهي 150 مليون. 2015 2016 راهي تفوت 170. هذه هي اسعار مرتفعه بسبب الاسواق العموميه ما كاش، لو كان كاين الاسواق الاسعار تهبط باسكو الناس تجي تشوف، فهمت؟ وجميع السيارات ماشي غير الكومبيس ولا الرونو لوغان ولا اي سياره، كون كاين الاسواق الناس تجي تشوف تبيع السعر تاعها، كل واحد يعرف، المشتري يعرف. دروك راهم يبيعوا في وادك نيس، وادك نيس تروح تمشي تمنى الجزائر ولا تمشي الوهران ولا تمشي العنبه، قادر تشقى تسيب المواصفات اللي عطاها لك السيد، ماشي هكذا كاع. حنا رانا باش تبحث تجيب سياره تتعب باش تجيب سياره، فهمت كيف؟ والسيارات ارتفعت على جال الاسواق العموميه، هذو ما كاش اسواق اسبوعيه، هذو كانوا الناس يروحوا يشروا سيارات من عندهم. حنا رانا طامعين في الدوله، دخلنا شويه بعد السيارات يطيح السوق، كي يدخلوا سيارات جدد نورمالمون السوق يهبط. والسومه، السومه تاع السوق ماهيش طاب، ماهيش بلاصتها كاع. الطوموبيل اللي نورمالمون دير 60 ولا 70 راه يهضر لك فوق ال 100، والناس دروك ما راهي تبيع، ما تبغي البايع ما يبغي يبيع، والشاري ماهوش قادر يشري. السوق راه مرتفع جدا، السوق بارابور اللي كان العوام اللي فات، العام اللي فات قبل الكورونا راه مرتفع. طوموبيل 2005 2006 راهي ب 100، مثلا اكسنت 2008 هاي 120، سيمبل هاي 180، بزاف صافي ما كانش كيفاه كاع الحل. والله حنا نشوفوا السلطه تدخلنا هذه مو تروازو ولا يدخلوا لنا جديد، ولا هو الاسعار تكون شويه متناول الجميع. كيما ستي بوا 2013 معطي له 2013 ماشيه فايت قريب 300، راه معطي له قريب 150، ما كاش منها. اتوس 2011 دروك عطي له 113، كش السعر خيالي ما كاش منها. اتوس دير 113 ما كاش منها. نورمالمون اتوس ماكسيموم تاعها راهي في 70 113. المهم وبين مادام جديد ماهوش يدخل، باينة باللي القديم السيد اللي عنده الاخر يطلب كيما بغى. دوك موش شهر ما يقدرش يشري، والسوق الناس راهم دوك الطونوبيلات كاين بصح الشاري ما كاش. دوك اللي عنده دراهم مخبيهم ولا مانيش عارف، مع زيزات صرات كورونا وقاعد هنا الدعوه كاع غلقت. وحاجه ثانيه العالم كاع راه يضحك علينا، كرارس ما كاش كاع، يقول لك طالي 100 طالي 200 طالي ما بقاش، والله ما بقاش. الله ينجعل الخير ان شاء الله. زيدك طونوبيل امبوسيبل باش انت طونوبيل تاع 2005 تشري 200 ولا 2006 ولا تشري 170 180، السيد شاريها وداير فيها محوس فيها وزيد يبيعها بالفايده بزاف. كيما نقول لك لوغان كانت في لا ميزون كي خرجت 92 مليون، دوكا كي تروح لي 2008 يقول لك طابلي فوق ال 100. الناس في رايه فوق ال 100 ما كاش منها، يدخل الجديد يبان السوق، اصلا يبان السوق كي يدخل الجديد. دروك الناس اصلا مش عارفه السومه، كل واحد راه يدير من راسه، سمعتني، والناس مش باغيه تبيع، على ذلك السوق راه يطلع، راه غير يزيد يطلع باسكو ما كاش جديد. دخل الجديده، دخل جديد يتريق للسوق. السيارة فضحوا، السيارة كانت تدير 120 دروك يقول لك 170 50 مليون، هذه منين زادت؟ علاه؟ السبب السوق مبلع،
افتح السوق اخويا، خلي الناس تسترزق، خلي الناس تخدم على روحها، الناس تعرف الاسوام كيفاش، السومه تاعو يكون على باله بها.